الله الرحمن الرحيم. في إطار هاي الندوات والورشات اللي نظم مجلس حقوق الإنسان في الدورة 36 لدورة مجلس حقوق الإنسان، كانت اليوم عندنا ورشة تتكلم عن حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وكان مع الأسف عن الوقت ما هو ياسر غير بعد تكلمنا باختصار عن 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 قضية انتهاكات حقوق الإنسان من 75 إلى الآن، واللي هي مازالت عمر الجو الخارجي لحد الساعة، واللي كان بالنسبة لي أهم اللي فيه وهو مثلا كفى تعذيب وتشريد وشتات للصحراويين، وإحنا تحت مظلة الأمم المتحدة منذ 26 سنة، كفانا شتات، كفانا معاناة، كفانا ضرب، كفانا سجون، كفانا إعاهات، كفانا قتل خارج القانون، نوبو بالسلاح ونوبو بدهس السيارات والكيران، ونوبو كل وقت وهو ممنهج قتل ممنهج لشبابنا، وتعذيب وتنكيل أمهات وأخوات وبنات وأبناء وأطفال الشعب الصحراوي، وحتى المنازل وحتى البيوت ما تبقى لها حرمتها. ومن هذا الخلال والله من هذا المنطلق والله من هذا المقام نوجه رسالة نداء للعالم بأسره، كفانا 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 من اللي يعدل لنا المغرب، وكفانا من الغزو المغربي، كفانا.